أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين قناة مشاهير الفن، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. تعرف على السبب الحقيقي لتوقف مسلسل الطائر المبكر ومعلومات عنه، وما لا تعرفه عن ديميت أوزدمير. شارك بطلا مسلسل الطائر المبكر جان يمان وديميت أوزدمير في حلقة خاصة من برنامج صوت تركيا. والتي ستبث ليلة رأس السنة، حيث قدما معا أغنية وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهي مقاطع فيديو من كواليس تصوير الحلقة وتم تداولها بكثرة. كما يشارك في الحلقة بطلة مسلسل احكي ايها البحر الاسود ابراهيم حلقاجي اوغلو وبانسو سورال. ومن جهة أخرى سيتوقف عرض عدد من المسلسلات التركية التي تعرض على القنوات الخاصة لمدة 3 أسابيع من مطلع العام الجديد. ومن بينها مسلسل الطائر المبكر من أجل تحديد سعر الإعلانات. وهذه عادة سنوية لدى القنوات الخاصة، فيما تستمر قناة تي ار تي الحكومية بعرض مسلسلاتها من ضمنها قيامة أرطغرل. ولا زالت الدراما التركية تستقطب الجمهور العربي، خاصة الفتيات في سن المراهقة. وعلى الرغم من أن هذه الدراما لم تعد متاحة عبر معظم القنوات العربية، لكن جمهورها يتابعها عبر الإنترنت. وبين الحين والآخر يلقى مسلسل تركي نجاحا كبيرا، إذ نجده ضمن الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر بحثاً أيضاً على محرك البحث الشهير جوجل. وهذه الأيام يحقق المسلسل التركي الطائر المبكر شهرة كبيرة بين محبي المسلسلات التركية، وإذا كنت تتابعه إليك هذه المعلومات عنه. بدأ عرض المسلسل في 26 يونيو، ومن الحلقة الأولى يحقق نجاحا كبيرا ويحتل المركز الأول في جدول ترتيبات نسب المشاهدة. المسلسل الطائر المبكر من نوعية الرومانسية الكوميدية الشبابية، والمسلسل من بطولة ديميت أوزدمير التي عرفها الجمهور العربي باسم أصلي من مسلسل صدفة، وجان يمان أو فريد من مسلسل حلو ومر. ويعرض المسلسل مساء كل ثلاثاء على قناة ستار تي في التركية،
وتترجمه بعض المواقع وتنشر حلقاته في اليوم التالي عبر موقع اليوتيوب. وهو ثالث مسلسل تقوم ببطولته ديميتوس وديمير بعد مسلسل رائحة الفراولة الذي دبلج عربيا بعنوان صدفة ومسلسل الغرفة 309. وهو ثاني عمل يعرض للممثل جان يمان عربيا بعد مسلسل حلو ومر الذي عرض عبر قنوات OSN المشفرة. والمسلسل من إنتاج شركة جولد والتي سبق وتولت إنتاج مسلسلات ديميت السابقة. وكواليس العمل كلها لحظات مرح، ويتضح ذلك من الفيديوهات التي ينشرها الأبطال عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ويدخل المسلسل ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا في موقع اليوتيوب في الدول العربية. ومن أجل المسلسل خضع جان يمان لتدريبات خاصة ليظهر بشكل مختلف بجسد رياضي مفتول العضلات. والفنانة التركية ديميت أوزدمير ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية. وهي من مواليد 26 فبراير سنة 1992 في مدينة كوجالي في تركيا. واشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور أصيل. وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة اسطنبول. بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فريق رقص المغنية بانجو. وكان مسلسل سأعطيك سراً عام 2013 أول تعارف حقيقي بينها وبين الجمهور.